وهلأ سلمى كمان الفقرة كتير حلوة وبتجاوب على كتير من الأسئلة اللي أرهقت كتير من الأهل. بس قبل ما نبدأ بدي أسألك سلمى، أنت تذكري فترة المراهقة اللي مريتي فيها وكيف كانت نفسيتك وشو اختلفت؟ يعني شوي كنت احس مثل هدول، بتعرفي الاولاد صغار بالعيله تبعي بضل دائما عنده هاجس تبع لا انا ماني صغير انا كبير، انا لازم اعمل هدول شغلات، انا لازم اعتمد على حالي، دائما دائما عارض بكثير شغلات حتى لو كانت غلط. اكيد سلمى، عن فتره المراهقه وكيف الاهل بيقدروا يتعاملوا فيها، هي الفتره اللي كثير حساسه، كيف لازم يتعاملوا فيها مع ابنائهم وبنفس الوقت يكونوا حازمين لحتى يمكن ما يتعرضوا لاي مشكله او خطا؟ طبعا رح نحكي عن هذا الموضوع بشكل مفصل. أكيد فرح، رح نحكي كمان عن طريقة وأساليب التعامل بين الأهل والأبناء وخصوصا بفترة المراهقة وبالظروف اللي عم نعيش فيها. ما عاد فقط في عنا حلقة أولى وحلقة تانية هي أسرة ومدرسة، صار في محيط كبير وحتى صار في إنترنت ممكن يأثر ويساعد سلبا أحيانا بتربية الأبناء. كيف ممكن يكون في هيك خلطة سحرية؟ رح تعرفنا عليها الأخصائية الاجتماعية مروة منذر. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا فيك، صباح الخير. صباح الخير مروة. أهلا وسهلا. قد مهم اليوم هي الفترة اللي عم نحكي عنها، فترة المراهقة، قد هي فترة حساسة ومليئة بالمسؤولية للأهل؟ هلق فترة المراهقة تعد من أصعب الفترات يلي بيمر فيها الإنسان بحياته، تمتد بعد مرحلة الطفولة وقبل البلوغ والرشد. لازم نتعامل مع الطفل بكثير بدقة أو ما نتجاهل أي فكرة بتمر فيها هاي الأطفال بالعمر المحدد. هلق العلاقة بين الأهل والأطفال بتختلف عن العلاقة معهم بمرحلة المراهقة، بيحتاج المراهقين لعلاقة جديدة ومختلفة عن العلاقة اللي جمعته مع الأهل بمرحلة الطفولة. لهي العلاقة أهمية كبيرة بالصحة النفسية للمراهق، فالوقت ما بيكون الأهل داعمين للمراهق وموجودين بحياته رح يؤدي لنمو مراهق سليم نفسيا وجسديا وعقليا. على الرغم من أن المراهق بيعتمد بشكل كبير على أصدقائه بهاي المرحلة، لكن لازم الأهل يظلوا هني الداعمين الأكبر لإله منشان ما يتأثر بأي شيء سلبي من هدول الأصدقاء. أكيد. طب مروة، إذا بدنا نحكي شوي بالتفصيل، يعني اليوم كيف فينا نبلش نتعامل وخصوصا في فرق بين الشباب والبنات حتى بفترة المراهقة، وتعامل الأهل نفس الشيء، الأم لها طريقة بالتعامل والأب له طريقة، خلينا نحكي عن تشكيل هاي العلاقة كيف ممكن يكون؟ هلق العلاقة بين الأهل والمراهق لازم تنبنى على الحب والاحترام بالمرتبة الأولى. نفتح حوار بيننا وبين الأبناء، ما أبدا ما نحكيهم بصيغة الأمر والعصبية والتهديد. قد ما كان المراهق ميال إنه للسكوت، هو لا عنده شيء يحكي. لازم نعرف مفاتيح الشخصية المحددة للمراهق ونعرف كيف ناخذ الحكي منه. أكيد ما نضغط عليه لناخذ نحن الحكي، ممكن كيف كان يومك، مين شفت اليوم، مع مين التقيت، تكون مفتاح سحري لخلق حوار بيننا وبين الأبناء. الفكرة الثانية إنه لازم نستمع له، مجرد ما نحن فتحنا هالحديث نتركه يسترسل بالأفكار، ما نقاطعه. قد ما كان الحوار اللي عم يحكي إنه إجا ببالنا نحن نطرح سؤال، ما نقاطعه أبدا، خليه يكمل هو شو في بباله، شو أفكار اللي بتجول جواته، خليه لا يكمل حديث، نحن أبدا ما نعارضه وما نعاتبه على هاي الأفكار اللي حكاها، ما ناخدها إنه بشكل سلبي عليه إنه ما لازم حكيت هيك، لا أبدا، خليه يحس بالأمان دائما منا. كمان في فكرة كتير مهمة، لازم نحط قواعد سليمة. نحن قد ما كانت علاقتنا مع أبنائنا قوية ومتينة، لازم نعرفه الصح من الخطأ، لا هو يعرف شو المفروض منه وشو اللي ممنوع منه. أهم فكرة هي وضع القواعد السليمة للمراهق ليقدر يكون هو بالنهاية إنسان راشد، عارف شو اللي إله وشو اللي عليه، شو الصح وشو الغلط. هلا كثير من الاهل كمان يمكن مروه بفضلوا انه يكونوا بحاله مراقبه دائما للطفل او للشاب المراهق او للصبيه،
اليوم الشاب او الصبي عم يحسوا بحاله من التجسس والرفض لهي الحاله. صحيح. بالرغم انه الاهل لازم يكونوا بصوره ادق الامور لحتى نجتاز هي المرحله لشط الامان مثل ما بنقول. كيف بنقدر نحن نضمن المراقبه الكامله بدون اسلوب التجسس واسلوب يعمل حساسيه لاطفالنا؟ هلا مجرد ما بنينا علاقه صحيحه مع المراهق بنخليه هو يخبرنا الامور اللي نحن بحاجه انه نعرفها، ما في داعي لانه نتجسس عليه، ما في داعي انه نضغط عليه، هو شو حابب يخبرنا يخبرنا، ونحن اكيد ان اساليبنا غير التجسس انه نعرف شو هو عم يتصرف فينا نحن من خلال انه مراقبه اصدقائه، نعرف هو مع مين عم يمشي، مع مين عم يحكي، مين عم يتابع. هلا وسائل التواصل الاجتماعي هي صح جيدة بس كمان كتير جوانب سيئة، يعني صار حتى الأطفال مو بس المراهقين ما عم يلجأوا للأهل ليعرفوا مثلا الصح من الخطأ، هن عندهم هاي الفيس ومواقع التواصل الاجتماعي بيلجأوا لها بكل مشاكلهم. لازم نحط حد لهالأمور وتكون علاقتنا نحن بالأبناء أقوى من علاقتهم مع أي حدا ثاني. أكيد. طيب هون خلينا نحكي شوي عن الشراكة، يعني أوقات كتير بنشوف في أهل ما بيدخلوا بشكل مباشر بالمراقبة. صح. صاروا هلأ يعرفوا هذا الشيء فيدخلوا مثلا بالجروبات اللي موجودة فيهم أولادهم يشوفوا شو عم يكتبوا شو عم بيعلقوا بشكل غير مباشر. قديه مفيدة هاي الشراكة وكيف ممكن تكون إيجابية خصوصا إذا في أخوات بالبيت مثلا أعمارهم قريبة، ممكن الأم تستفيد من هذا الشيء بأنه الأخ ممكن يكون يوصل فكرة الأم أو الأب ما يقدروا يوصلوها؟ صحيح. هلق الفكرة أنه ممكن يكون في مراهق سابق للمراهق اللي نحن رح نتعامل معه. أول شيء نحن ما بدنا نحكم أنه مثل ما كان أخوه لازم يكون هو. لكل شخص صفاته مختلفة، عن حتى لو الأخوة حتى التوائم مختلفين عن بعضهم بشكل تام. لازم نراعي خصوصية كل فرد وأبدا ما نخلي الأخوات ينقلوا الأخبار، لأنه ممكن نعمل نحن علاقة سيئة بين الأخوة، ممكن يعتبرها المراهق أنه أخوه عم يراقبه وعم يفسد عليه هاي الأمور. أبدا ما نحن نلجأ لهي الفكرة، يعني نقل الأخبار من أي حدا، لا خلينا نحن ناخذ من المراهق حتى لو فكرة صغيرة، ممكن كلمة نعرف نحن من خلالها أنه المراهق شو عم يفكر شو عم يعمل. لهيك أنا ضد أنه المراقبة. والفكرة الثانية أنه لا نحن نتساهل بشكل تام مع المراهق، نتركه انه يتصرف شو ما هو بباله، اكيد لا هي الفكره خطا. وكمان نحن ما نكبته، يعني العلاقه الصحيحه بتكون انه وضع حدود ومنح الحريه. وقت ما بتمنحي الحريه وتثقي فيه هو ما رح يغلط، اما وقت ما يعرف انك انت عم تراقبيه مراقبه بيصير يستناكي لتغفلي لو دقيقه ليعمل شيء الغلط وحتى لو عارفه هو غلط. لهيك اهم فكره انه نمنحه الحريه والثقه، دائما نسمعه هاي الكلمات التحفيزيه انك انت قد المسؤوليه قد الحمل قد الثقه، ما نخونه ابدا، ما نناقشه بصيغه الامر والتهديد بشكل قطعي ممنوع. مروه، صحيحه مقوله مراهقه الشاب اصعب من مراهقه الصبيه؟ خاصه اليوم يعني صارت المجالات مفتوحه للجميع. هلا المراهقه صعبه كان للذكور والاناث، انا بالنسبه لرايي الشخصي بالنسبه للانثى لا اصعب. هلا الشاب دائما انه بمجتمعنا شاب عادي يعمل شو ما بده، هاي الفكرة أكيد غلط وما بنشجع عليها بالمرة. بس هلق البنت دائما بتحظى بمراقبة أكثر، ضغوط أكثر، أنت صرتي صبية ممنوع، أنت ما لازم تعملي هيك، أنت هيك. يعني الشاب بيخلوه يعيش مراهقته أنه مراهق وراح يكبر، بيستوعبوها مع المراهق ما بيستوعبوها مع الأنثى أنه أنت لا هون حدودك ما لازم تطلعي ما لازم تسوي، يعني بيراقبوها على أدق التفاصيل. هلق لازم المعاملة تكون وحدة للذكور والإناث، لازم نربي أبنائنا أنه ما في اختلاف أكيد لا بين الذكر ولا بين الأنثى، الاختلاف بالأخلاق فقط. يعني لازم نبني إنسان خلوق وين ما كان يعكس صورة مجتمع متحضر وراقي. أكيد. مروة، قبل ما نختم حديثنا هيك بعض النصائح عن شوية مثل ما بيقولوا الأخطاء الشائعة بتربية المراهقين، عن شو لازم يبتعد الأهل؟
هلق أكثر الأخطاء اللي بيوقع فيها الأهل، ورغم تأثيرات السلبية على المراهق حتى بعد مرحلة المراهقة، دائما الأهل بيرجعوا بيعيدوها، هو توقع الأمور الأسوأ. هلق المراهقة معروفة إنه هي تمرد على الواقع بشكل عام يعني، فمجرد ما الأهل شافوا ابنهم غلط لو غلطة صغيرة أو ارتكب موضوع مثلا ممكن يميل للباس الغامق، ممكن لاستماع الموسيقى الصاخبة، هون الأهل بيفكروا أنه هن فقدوا السيطرة على هاي المرحلة وأن ابنهم ما عاد أبدا لهم كلمة عليه، بيصيروا يبالغوا بردات الفعل وبينزعوا العلاقة اللي كانت مبنية من قبل. لهيك لازم نحن دائما تكون ردات فعلنا معتدلة، ما نبالغ أبدا بالأمور. كمان الفكرة الثانية، هلق في كثير من الأمهات أكثر من الآباء كل يوم تقرأ كتابين عن كيف تتعامل مع ابن المراهق، أبدا هذا الشيء بتقرأ يعني بتاخذ، ما بتاخذ شيء، المهم ممكن تاخذ فكرة وحدة تبني عليها كل العلاقة. هلق أنا بفضل إنه هي شو هي بتحس بهي العلاقة تتصرف، ممكن هي تعمل غير قناعاتها مجرد لأنها قرأت هي الفكرة. أنا ضد هي الأمور. كمان ردود الفعل المتطرفة عند الأهل، ممكن يرتكب المراهق غلط كبير فهي ما تحكي ما تناقش بهذا الموضوع، أو ممكن يرتكب مشكلة صغيرة تقوم الدنيا عليه. لهيك لازم نحن نعتدل دائما بردات الفعل، ما نبالغ فيها، يكون النقاش والحوار هو المفتاح لحل أي مشكلة، نعلمه أساليب جديدة لحل مشكلاته. كمان ما نركز دائما على سلبيات المراهق، في أهل بتتجاهل كل الإيجابيات اللي بيقوم فيها المراهق لمجرد غلطة واحدة، وفي كمان بعض الأهل بياخذوا تصرف المراهق على محمل شخصي إنه هو عمل هيك ليذكرني أو أو لا يخبرني. أكيد لا أبدا، لازم يعرف إنه هاي المرحلة هي سمات التمرد، مو لا هو أبدا يزعج الأهل. وكمان في فكرة إنه هي مرحلة ورح تمرق، قد ما طالت رح تمرق، لهيك لازم الأهل يستمتعوا فيها هني وابنهم لمشان لبعدين تكون أفكار وذكرى حلوة. كمان لازم الأهل ينتبهوا لفكرة أنه هن وقت ما بيربوا هذا المراهق هن بيأسسوا لأباء المستقبل. كثير الأطفال أو المراهقين تعكس صورة أهلها بالبيت لبعدين، خاصة الإناث، فلازم نحن ندير بالنا كثير بهاي المرحلة لأنه هاي العلاقة ما رح توقف عند هاي المرحلة بيننا وبينهم، لا رح تنتقل منهم للأبناء لبعدين. أكيد يعني مروة حاولتي قدر الإمكان نبسط شوي هي المرحلة رغم صعوبتها الكبيرة اللي أكيد ما بتخفى على حدا، فنتمنى تمر مرحلة المراهقة على الأهل بخير وسلام وما يصير يمكن أي خطأ كبير يمكن يأذي مستقبل الشاب أو الصبية. فشكرا لك كثير مروة على كل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لك مروة.